أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي. كما تعرفون يعني إيران تشهد منذ أكثر من شهر تظاهرات في كل مكان، والشعب وهذه التظاهرات موجاتها تكبر وتكبر وتخرج في مدن كثيرة، والشعب يمزق كل صور المسؤولين الإيرانيين يحرقها، ومواجهات بين الحرس الثوري والقوى الأمنية الإيرانية التابعة للسلطة والشعب، ومقتل الكثير من الناشطين في الشعب، هكذا تجري الأمور. في إطار كل ذلك، وإيران تتغول في العراق وتحكم العراق بقبضة من حديد بواسطة ميليشياتها ومنهجها وفكرها يعني الكسيح الحقيقة، في إطار كل ذلك تحدث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حديث قبل أيام، كان يعني خطاب له تحدث ربما ثلاث نقاط سأتحدث عنها لأنه تهمنا في العراق نحن وتهم المنطقة كلها. قال دور إيران في المنطقة مهم، والأعداء يريدون أن يستهدفوا تقدمنا وأنتاجنا. طبعا الكل يعرف أن الدور الإيراني في المنطقة هو دور تخريبي ودور تدميري، ومن يقول غير ذلك لينظر العراق وينظر سوريا وينظر لبنان وينظر اليمن. يعني هذه الساحات الأربعة اليد الإيرانية واضحة بها، وهي تتحدث عنها، مو إيران تتحدث، طهران مو نحن، هي تقول نحن من يسيطر على هذه الساحات. وانظروا هذه الساحات، ما هو شكل الحياة للشعب هناك في لبنان الآن؟ كارثة كبيرة، وفي أي لحظة ممكن أن تشتعل الشرارة ويذهب الحرب الأهلية اللي بالسبعينات تعود مرة أخرى، لأنه بلد منتهي، اقتصاده منتهي، حزب الله الإيراني يتصرف بالبلاد مثل ما يريد، وهذه سوريا وتعرفون ماذا يجري بها، وهذا اليمن والحوثيين وماذا يجري بها، والسلاح الإيراني والخطط الإيرانية والقوات الإيرانية والميليشيات الإيرانية، والعراق لا يحتاج إلى ميليشياته المتحكمة. وصلنا إلى حكم الميليشيات الآن، إلى يعني الآن الميليشيات تحكم ليس من وراء واجهة، تحكم بشكل علني في العراق، ميليشيات إيرانية. الأعداء الذين يستهدفوا تقدمنا وأنتاجنا مثل ما يقول إبراهيم رئيسي، يستهدفوا الأعداء، ماذا يستهدفوا؟ من هم الأعداء؟ إذا كانوا يقصدون أمريكا فأمريكا حليفتهم، لو كانت أمريكا عدوا لهم يعني شهدنا أمريكا عندما تعادي أحدا كيف تتصرف، والعراق خير نموذج. العراق ماذا فعلت بالعراق وماذا تفعل بالعراق منذ 2003 لحد الآن وقبلها حتى بالحصار، وماذا فعلت لإيران؟ هذا واقع الحال. فبالتالي الشيطان الأكبر معروف منه، هذه كذبة كبيرة أي واحدة، لأن يهتفون ضد الشيطان الأكبر ويتعاونون مع الشيطان الأكبر بالسر، وهذا ما حصل حتى بخلال الحرب العراقية الإيرانية من عام 1980 حتى الأسلحة كانت تجيهم أمريكا، وفضيحة كونترا وإسرائيل وشون مولتهم أمريكا، شلون مولتهم فضائح كثيرة يعني، وكانت واضحة أمريكا يعني كيف تخطط وكيف تسعى وماذا تريد. هذا واقع الحال، والتعاون الإيراني، التخادم الإيراني الأمريكي في احتلال العراق واحتلال أفغانستان، هم الإيرانيين نفسهم يعترفون به ويقولون أبطحي، يقول لولا الخدمات الإيرانية، لولا المساهمة الإيرانية، لولا التعاون الإيراني لم تستطع أمريكا أن تحتل أفغانستان والعراق. هذا واقع الحال، وتخادمهم وصل إلى مرحلة تشكيل الحكومات، ولغاية هذه الحكومة تخادم الأمريكي الإيراني هو الذي يشكل الحكومة. هذه واحدة. اثنين، يقول كل من يقف بجانب الأعمال الفوضوية يقصد التظاهرات،
فأنه يقف إلى جانب الولايات المتحدة ومخططاتها المشؤومة. الله أكبر، إذا كانت الولايات المتحدة مخططاتها مشؤومة كيف تعاونتم معها؟ هذا ما أنتم تعترفون أنتم تعاونتم مع هذه المخططات المشؤومة ومع الشيطان الأكبر لكسر العراق، لتدمير العراق، حتى لو كانت بينكم وبين العراق ما فعل الحداد، حتى لو كان بينكم وبين العراق ما فعل الحداد، كيف تتعاونون مع من تقولون عنهم انهم اصحاب مخططات مشؤومه وهم شيطان اكبر؟ هم الشيطان الاكبر في ضرب العراق بهذه الطريقه، والعراق جاركم وتقولون احنا بيننا وبينه وشائج مذهب، هذه الكذبه الكبيره. فمن يقف مع الاعمال الفوضويه فانه يقف الى جانب الولايات المتحده. انتم اذا انتم وقفتوا الى جانب الولايات المتحده في اعمال فوضويه، هل هناك اعمال فوضويه اكثر مما جرى في العراق وفي افغانستان؟ وانتم وقفتم الى جانب الولايات المتحده في 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 تثبيت او في احداث هذه الاعمال الفوضويه، في اثاره الفوضى في بلدين. اذا من يقف مع مخططات امريكا المشؤومه؟ أنتم أم غيركم؟ في القضية الأخرى يتحدث وهذا بشكل واضح، يقول رأينا ما حدث في العراق وسوريا وأفغانستان عندما دخلتم إليها باسم الحرية، تحدث عن الولايات المتحدة. الله أكبر، إذا كنتم تعترفون أن الولايات المتحدة قد دمرت العراق باسم الحرية وخربت العراق، لماذا تعاونتم معها؟ لماذا وقفتم معها؟ لماذا فتحتم الحدود لها؟ لماذا أرسلتم ميليشياتكم لتنفذ برنامجها؟ أمريكا كان عندها برنامج، أنتم من حميتم هذا البرنامج، ولذلك سلمتكم العراق على طبق من ذهب واستلمتوا سوريا واستطعتم، هذا واقع الحال. فإذا ما حدث في العراق وسوريا وأفغانستان أنتم غير راضين عليه، لماذا وقفتم مع الولايات المتحدة؟ لماذا تعاونتم معها وتخادمتم معها لكسر هذه الشعوب وكسر هذه البلدان؟ إذا كنتم تعرفون أنه باسم الحرية هذه أمريكا دخلت لتحدث الفوضى والخراب والدمار في هذه البلدان، لماذا لم تقفوا ضدها؟ لماذا على الأقل لم تقفوا على الحياد؟ لا تعاونوها ولا ما، هذه دول كثيرة لم تفعل شيئا، على الأقل يعني وقفت بعيدا عن هذا الموضوع ولم تقبل به. لماذا أنتم ساعدتم؟ وهذه تركيا جارة العراق ولديها حدود، لم تقف معهم ولم تقبل. لماذا أنتم انساقيتم بهذه الطريقة وقلتم أنه إحنا لو لا تعاوننا مع أمريكا لما استطاعت أمريكا أن تحتل أفغانستان ولا العراق؟ ما هذا واقع الحال؟ أنتم الآن تناقضون نفسكم؟ إذن هذه أمريكا التي تدعي، هذه إيران التي تدعي أنها عدوة لأمريكا، وهذه إيران التي تدعي أنها يعني جاءت لمساعدة العراق وجاءت لمساعدة العراقيين وجاءت لمساعدة السوريين واليمنيين واللبنانيين، هذه كذبة كبيرة، لديها مشروع وكل ما يحدث في المنطقة هو لخدمة هذا المشروع ولصيانة هذا المشروع ولتأمين وتثبيت هذا المشروع، هذا واقع الحال. لديها مشروع توسعي، لديها مشروع لفرض نفسه على المنطقة، وبهذه الأدوات تستخدمها بأدوات الميليشيات في العراق، بأدوات الميليشيات في إيران، الحوثيين الميليشيات في اليمن، حزب الله ميليشياتها في لبنان، تريد أن تثبت هذا الواقع، هذا واقع الحال. بالتالي لديها مشروع. أما الشيطان الأكبر، أما التعامل، هذه اللغة، هذه الظاهرة الصوتية الإعلامية ما عادت مجدية، الناس ما عادت يعني لا تستطيع أن تكذبوا عليهم، لا تستطيع أن تخدعوهم يعني تضللونهم، لا يمكن، لأن الناس تحاسبكم، الناس تسألكم، والناس تقارن بين الأحداث وترى الواقع وترى ما يحدث على الأرض أمام أنظار العالم وليس مخفيا. أما المخفي فمصيبة، هو الظاهر على السطح من هذه السفينة، يعني من غير الغاطس مالها اللي لا يراه أحد غيركم، هو الظاهر على السطح هذا يعني شيء مخيف ومؤذي ومدمر ولا يمكن القبول به. أما اللي بالغاطس هذه مصيبة كبيرة، اتفاقاتكم السرية وستنفضح في يوم من الأيام، ويعني لا تستطيعون إخفائها، وأمريكا ستفضحها وبريطانيا ستفضحها وكل ذول اللي تعتقدون أنهم يعاونونكم سيفضحونها.
لأنه هم يؤمنون لا وجود ل يعني صداقات دائمة ولا لعداوات دائمة، وجود لمصالح دائمة، مصالحهم إذا ما دارت باتجاه آخر سيفضحونكم، سيضعونكم أمام الشعوب ورات هكذا. وبالتالي كل هذا الكذب اللي تدعي إيران واضح، الشعب الإيراني يحرق صور خامنئي ويحضر صور كل هؤلاء الرموز اللي في إيران، وميليشياتهم في العراق يجبرون الناس على تقديس هذه الصور. هذه المفارقة الغريبة عجيبة التي لا يمكن قبولها، يعني وكأنه العراق لا يتنفس إلا بالرئة الإيرانية، لا يستطيع التنفس إلا إذا ما كانت الرئة الإيرانية موجودة. مع الأسف الشديد الحقيقة واقع الحال يدلل على أنه إيران واقعها وكل تصرفاتها يدلل على أنها ضد هذه البلدان، ضد العراق وضد سوريا وضد اليمن وضد لبنان وضد المنطقة كلها وضد الخليج. تريد لديها مشروع تريد أن تنفذه وعلى حساب كل هؤلاء تسحقهم لا يهمها. وهذا الموضوع وهذا الكذب الادعاء، يعني يرتدون لباس الدين يتحدثون بالمذهب، كذبة كبيرة حقيقة. لديهم مشروع وهو المشروع المهم، لا يهمهم أي بشر ولا يهمهم أي شعب، والأدوات كلها تعمل من أجل مشروعهم. هذا واقع الحال. وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين، أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم.